إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عشر كوح كبلا ميا كتابك العربية بين يديك جزك اللباد حاشد اللباد بقول يسقالي يكنتم استيعاب وفهم لفهم ايو يعني نسكي عن صومرنا كهل لي أركان الإسلام تدريب واحد ليلتك كوباد وحوي ضع علامة صواب علامة صح واحد اكتاء تحت كل ركن الإسلام ركن كستو كمد أركان الإسلام الذي تشير إليه العبارة عبارة داسي هذا الكهلك أكوية لا أركان الإسلام كهلك وحلو قري الحج الصوم الزكاة الصلاة أفر تارك نبا قرن هذا لنا حقنا يكون قريه أو سقال إريويات وحي حجك كورمي حجك خاصلك وحي صوم كورمي صوم خاصلك وحي سكاة كورمي هلك الزكاة قري وحي صلاة كورمي هلك صلاة قري محول الضع علامة الصواب علامة الصحة أثار تحت كل ركن الإسلام ركن يتير كستوى قبل تيرارك إسلامك الذي ركن قاسو تشير إليه العبارة هذا الكهالك أكو قرن أو تلمامي وعوغور هي واحد يؤدى شهرا واحدا وحالا قدتا أمالا سمية بالكلية في السنة السنة دي وحالا مركا هوسكي نيسا صنك هالكا واحد كوسكو نيسا صنك اتني وحاكو قرن يؤدى مرة واحدة في العمر مر كلياس نقف كنلوشي سوقرا أو سمية أو واجبي هاي كان حاجكا كوسكو نيسا ثلاثة لكم حقوق قرآن يؤدى يوميا ما لنك استوى إلا السمية وانا لقبتا عملك كان ثلاثة كوص قريسة أربعة وحقوق قرآن لكم يؤدى مرة في السنة بالمال سنة كي مربع عملك لقبتا حولها أنا لقبحيا كان ثلاثة كوص قريسة أقرنا وحقوق قرآن خمسة لا نأكل فيه طعاما كل النهار ما لن أردن عنطعون مينو كان سمكة كوص قريسة ستة وحقوق قرآن يؤدي بعده زكاة الفطر زكاة الفطر أيان دبدي بحنينا هل كان الصوم كات كوس قريسا أو مرت الصوم كنا ماذا زكاة الفطر قلب بحية سبعة نعطيها للفقراء تتكبا هم بين سينا هل كان زكاة كوس قريسا زي كده هاد كوس قريسا نتوضا له كل مرة مر والبوان نووي سيسنا وينووي سيسنا هل كان صلاة كوس قريسا نضوف فيه ونكورقنا هل كان حتى كوس قريسا عبارون كاساسا لو كرسينيا تدريب تاني ليلة كلابات ضع علامة صواب علامة صحة واحد اكتها بجانب موضوع كل فقرة فقرة اما تدعو كستو هذا الكستو تدعو كستا موضوع اي كهذا ليسو فقرة كستا علامة صحة ده ايه دقيسة ايه دقيسة او محول ضع علامة صواب علامة صحة كقر بجانب موضوع كل فقرة فقرة كستا موضوع اي كهل ليسو دين عيادة كقر علامته مركا هكا محا كقر واحد الفقرة الاولى تدعى وانقو ان او هذا كمدا تتكلم وحي كهل ليسا تدعى هوري او الف ركن الاسلام الاول ركن اقوه هوري اسلام كهل ليسا او شهادتين قال با مفتاح الشهادة وقال لي مفتاح او افرها اسلام أي كهذا جيم أركان الإسلام كلها أركان الإسلام شنطة أهوردان أي قيبت أهوريسا كهذا تاجيم كأت صحيح أمركا أو قيبت أهوريسي وحي الحديث كيو وحي بني الإسلام على خمسة شنطة بوالا كهذا كوضة بيا مركا لا صحيح اتني وحكو قرن الفقرة الثالثة تدعى الصدحات تتكلم وحي كهذا عن ألف صلاة الفجر صلاة الصبح بأوقات الصلاة صلاةها وقت يدود جيم الصلاة صلاة قودهان بكهال ليسا وان لكرا قادم تاوضا ميساد مكاسا حيسا وصلاة اولا ميكهال ليسا ثلاثة الفقرة الرابعة تدعى افرا تتكلم وحي كهال ليسا عن الف الفقراء تدك مساكين تابع كورا ميسا باء الزكاة تكذي كورا ميسا جيم الاموال حولها ببن آدم لقضان اي حولها قود بكورا ميسا زكاة وباء دا ايات صحيح ساوي كهال ليسي
فقرة أفراد أربعة الفقرة الخامسة فقرة أما تدعى السناد تتكلم وحكا هذا يسا عن ألف الصيام صوم كيك هذا يسا ترك الطعام والشراب عن تدعى السناد كيك هذا يسا جيم ترك الشهوة وحي نفتو شعصو الله قد تكيك هذا يسا الصيام وألف ألف كأه أيات تحيسا صوم كيك هو رميس خمسة الفقرة الأخيرة تؤدم بيسا تتكلم وحكا هذا يسا ألف بزيارة زيارة مكة مكة الله صوب وغضو وقف وطغو بقى العمرة عمرة دي كوري ويسي جيم الحج حج كوري ويسي جيم كان مركز صحيح سواء أركان تكتل حجك أركان تسلام كيسا كميدا أو يساق أي كهالليسي عمرة كمي هالليين مفردات أرأيو إما كان كلمة قارة وقوني قونية أيان كهاللينا تدريب واحد ليلسك كوبات سل اسكو حرير حريق اسكو حد بين الكلمتين لبدا أري اللتين لبدا أري تأتياني مع وضا صعودا معنه اسكو حرير هاي واللبدا نعكو كل حجرة حريق اسكو حد واستعملهما لبدا مركوا ذي قسو مركة دماء دقو في جملة جملة من انشائك هل أبور كاغا إيا عرسك أدقو عرسك كمدوه أدقو أتسميسو مركة واحا قولكن قورن صلاة أي قرن هل كاد والقوارزة وحال كان كقرن الفجر الله يسلطونه وعطى صلاة الفجر صلاة الصبح تبين الجملة أضغو كتر هل كان يوم بهل كان كقرن القيامة حق دم كقرن تار يوم القيامة أو ما نت قيامها تبين الجملة أضغو سمي أركان بهل كان كقرن حال كان الإسلام بهل كقرن الله يسلطونه حتى هذا حرق بس روح الرزاق أركان الإسلام تيرك الإسلام كت هاجي هاي هل كان عمود تير بهل كقرن تير halkana waxa ku qoran dhinaca kalena waxa ku qoran adiin waata marka amudu diin oo yaani salaad waa tirka islaamka ee u dhulxaadka dabadeed jumladu ku dar halka xaj baa ku qoran dabadeedna halkana xaj baa ku qoran albayt waxa kale ku qoran tahay walaalana xajul bayt kaabada oo la soo xajo halkana sabiilu baa ku qoran halkana allahi sabiilullah يعني ودد إلى دين الإسلام كا سائر الدوام حريق سوحر يعني واحد ما كان يقول ده يسقول كا أرد الامتحان كذا قاضي واسير سوحرين يسوي سقينين أو أينه إنه هو إنه تلمنا أن دون إنه لكن ما هو حلو طلق عليه ده يسقول ده شمادي حلو مثله تدريب واحد تدريب ثاني لا يسقى لبعض سير بين الكلمة والتعريف واحد سوحر ده أريجا هي تعريف كي تلمنا المناسب هي كم مناسب كا تام عن هذا حوي شن تا اري هل كاسي كو قريهين شن هادل او كلا كو هريالا شن تا وي كلا ليهين مركا ميدولبا كيسا لدونو واحد واحد ورسي الزكاة وبا هل كاكو قرن ما هادا بات تلماما يزكاة هل كان دبا جيم كو حاكو قرن زكاة مال وحولو يخرجه او بحيو المسلم وقفك مسلم كاهي للفقراء داتك باهان او سيو دبا دا نحريق باد لبادا سبو حريسا اثنين الشهادة الثاني بقرن لبدا الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بعض وحق وقرن مفتاح الدخول إلى الإسلام ومفتاح الله صوغ لدينة الإسلام كاللبدا شهادة تبدنا اللبدا حريق سوحد هذا وحق وقرن ثلاثة الحج بقى وقرن حقا دالك وحق وقرن زيارة مكة ومكة أوقف وطقه محو تقيا مكة لأداء المناسك إنه كسو قلتو عبادوينك حجك أها dabadeedna halkaan xariiq isugu xid halkaan soo waxa qoran arbaacadan jeeda as-salaatu ba qoran hadaba xagan hada waxa ku qoran amudu diin salaadu waa tiirka ugu adag ee u dhaxaadka waa diinta islaam as-siyam ba dabadeedna ku qoran oo ka sanada dabadeedna alifka waxa ku qoran siyam waxa weey tarku taam iyo sharab cuntadu la iska daayo abidu oo la daayo wa shahwat waxa naftu jacaysaa sida galmada dumarka oo la iska daayo من الفجر وابرق لغا بلابو الى غروب الشمس انت عبادو داعش كاسا صون ليلة او نيدنا الى سعوت مع النية اسكدين ان نية لهين ماها ملاحظة النحوية اما كان هو ملعسي يتشلعو اي نكو سمين انو تشلع عير ديبو ايقدير ما هاي نكو سمين انو حق نحوها تمييز الاعداد ثلاثة الى عشر وعن وقت الماما انا تمييزكو واري وحضيية وهذان يسجل لكن معنوه أنو عدانين هذا عدد كترادة صدح إلى طبعا عدد كودين تمامينا يعني جل تميز جود صدح إلى طبعا تميز بعد إياه تميز كه هذان الرعين لما قرنكرو وما دي صدح والله قولا آتيا صدح أما أفر ترى صدح محايا أفر محايا شن محايا بالغورنة تميز بو ترادة أبها تأثر كده ده يعني
tamiiska laga bilaabo 3 ilaa 10 ka ayaan tilmaamayna wuxuu hadaba al cadadu tirada min 3 laga bilaabo 3 ilaa 10 10 ka yukhalifu ka duwan yahay tamiisa oo tamiiskiisa ayuu ka duwan cadadka ka duwan wuxuu kaga duwan yahay fitadkiisa xagga labada wataaniti iyo xagga dhadiga way ku noo tamiisu tamiiskiisu wuxuu noqdaa jamcan majruura waana jamac hoos dhaban oo waxa weeye 3 ilaa 10 hadii ay dadig yihiin cadadkoodu labun adeyagu cadad adeyagu labihiin tamiiskoodu dadig buu noqdaa haduu cadadku dadig yahayna tamiiskoodu labu noqdaa way is khilaafsan aksal qiyaas walaa ay socdaan haday tiradu lab tahay tamiisku dadig buu noqdaa haday tiradu dadig tahayna tamiisku labu noqdaa udrus aag udrus baro wallahi u fiirso alif ya baa ku qoran alif waa qaybti labka aha cadadku uu la diga cadadku uu waxa la tirinayaa cadadii macduud wala ilaahay macduudkii baa lab dibadna cadadkii baa dhadig noqonaya qaybta damana macduudkii wixii la tirinayaa baa dhadiga cadadkii baa dibadna lab noqonaya tusaale waahid waxa weey li aru waxan leeyahay salaasatu abna saddex inan ayaan dhalay jamcu ibni weey inabku uu leeyahay tirada marka salaasada taaba la gelo dhadiga li salaasatu abnaayn saddex inan baan leeyahay talaata لدي وحاكتين يالا أربعة كتب أفر كتاب كتاب وحاوين مفرد كيسو كتب وكتاب ومذكر مركا لكن تلديسة تابا لقليا محرون يا مركا أربعة كتب يالوني أربعة كتب وهو ما حيث صار أهان تميزي أو كتب كأه تميز كتب كأه تميزة أو أبناءها تميزة معنى يدوا ما حي أربعة هتادم كتب يسو أربعة هتادم لهذا لما قرن أيو إلا كتبت للراعيو أما أبناءها للراعيو أو وحي اللي ترني للشيغو وحي اللي ترني بعد ترد عدية دبادنا وحي اللي لدي أكتب وحا أربعة كتب أفر كتاب كتبت هو مذكر أربعة دينا تان موانا ثوية أربعة اشتريت وحا سوى يبسدي ستة أقلام لحق لما سوى يبسدي marka qalamku waa qalam inuu jamcu qalam aqlam wa mudhakkar adadka taaba ku jirto wadalkaysa waxa ku jirta sitatu baa lagu leeyay sitatu aqlam khamsa salla waxa tukaday sabcatu muslimin todoba musliminta ah muslimin waa jamac mudhakkar salih oo raga marka muslimin wa mudhakkar wa maaduudki adadkiina waa muannatho taaba la socota way is khilaafsan had iyo goor waa 13 sita ضع ثمانية خطوط وحصلك هذا الكتاب مرسا سديد حريق وفرسو جمع خط وي خط هو مذكر خطوط بالغو جمعية مركب عدد كي ستة على صعوت ثمانية خطوط سديد حريق هلك أمر بالغو مثلا سبعة في الفصل الجلاس كواحة كجرة 9 تلاميذ سقال أرضي بها كجرة وجمع تلميذ تلميذ كواه مذكر دابا وفرسو جمع سنوات تلاميذ 9 taaba la gelinaya marka way is khilaafayaan oo tiradina waa dhadig kii la tirinay waa mudhakkar 8 fi shaarici wadada waxa ku yaala 10 buyutin 10 guri baa ku yaal buyut waa jamcu baytin baytku waa mudhakkar waa macduudkii oo tamiisgi ah oo firso waa jamac marwada waa jamac tamiisga cadadkaasi 9 ilaa 10 ku dabeedna way is khilaafayna aksal qiyaas buu soconaya oo maamahay 10 baa loo dhigay wala digeynaya qaybta baad hadaba eeg waahid li 3 banaat balgune 3 hablood baan leeyahay 3 banaat banaat waa dadig 3 taadi waa laga jareeyo 3 banaat itmiin indaha gabadhaagteeda waxa yaala 4 nisaayn 4 dumar eeg nisaayn waa dumar ki waa dadig hadana taadi waa laga jareeyo 4 nisaayn balgune 3 fi shaqati fi shaqati shaqadu waa dhowr qolo isku go'an oo isku xidhan shaqada waxa ku yaala 5 qurafi shan qol bay ka koobantay ee shaqadu intaas la soo saaray shaqo maxaa soo lahaada shan qol iyo wixii raacay iyo xamaamkeedii intaas la shaqo qaarna shaqo bay u quraan 5 qurafi shan qol bay ka koobantay midna quraf waxa weey jamcu qurfatin weeyaan waa dadig hadana cadadkeedii taada waa laga saaray hal dhiga 5 qurafi waxa noqonaysaa aksal qiyaas 4 في الفصل الجلاس كواحة كجرة 6 طالبات ملونية لح أرضيضات ودددك جمع طالبة طالبات هذا عدد كيك 6 ملك ورقة محانو لنصولها 6 طبعين نصولها ملك ورقة إما كنحالونية 6 طالبات تاضع لك جرية 5
في المدرسة مدرسة واحد جوجا أو واحد كذا سبع معلمات تطبع معلمات وبدك معلمات جمع معلمة معلمات وفرزو كل كهذا أنا عدد كتاب هذا ولا قصاري ستة لدي أنا جوا حقت إذا ثماني دجاجات وحن لا يأكل جوجا سديد دجاجة جمع دجاجتي واضح توا جمع ما نصالين دبيت هذا عدد كيو فرزو ثماني بالونية هذا ولا قصاري وعكس القياس وحنا تميزة شيء معدود كلا ترنا يا عضية ترد هذيك لا ترد لما قرن كرو سبعة سلا واحد تكدي سلا و تكدي تسعة صلوات سجال صلاضات إغسالات هو ندك كم عدد نوا صلوات عدد كلا أوفرزو تسعة هذا ولا قطورية تميز هنا وصلوات كم ما هي عضين يعني تسعة نوا حيهين ثمانية وتردي دجاجات قوات تميزها واحد عدنا سديد وام حي يودي جاكدو ترد معدود كاتميز وعضية ثمانية زرت واحد صوب وغضي عشرة مدنين تبن مجالان صوب وغضم وغشك وتجي يد الحيس مثلا جمع مدينة ويا المدن وردك المفرد كان لقيا جاية وجمع مدينة وردك مجال دم ذا أفر سعدت كذي وحنا عشرة مدنين هذا هو القصارية وعكس القياس هذا عددك وامحي وعشرة وعشرة وامحي تميز هنا ومدنين ومحو عطينا يا طبان كانوا حيهين هذه مقا عشرة مدينة هذه اللي طبان كانوا حيهين لما قرنين تدريب وحوي حول وبدل العدد الترادة من رقم كبدل إلى حروف وبدل كما في المثال إما كهالك وحكو قرن خمس حقائب قرن وحكو لها رقم كبدل لما قرنك ويعني القراءة الخصمين حول بدل العدد الثلاث واحد كبدل شان من رقم قراءة كان نمبر كبدل نمبر باكو قرن مك إلى حروف كدك نمبر كيسكا مذكر يم وانس من دالة مك علامات السقو ملك كما في المثال إما كما حالك قرن واحد خمس حقائبة شن ضداد باكو قرن هذا المحو كو قرن خمس حقائب أو قرارة مركونا النمبر باي قوة والنمبر اوي اثنين عشر سمكات مالغن كو قرن تضلح بدود كلوها وجمع سمكات ومؤنث هذا الواحد بدي شابه كل حروف حتى هذا عشر قرن اما كلا واحد قرن واحد يسفر با قرن او نمبر يدو عشر او عين يشي يرى أقرب كلي أحرف قرقاسات هذا كساريسا وأنا كساري هذا هذا المحاق قرن وحاق قرن أربع وحاق قرنين أربعة أقلاب لنا أربعة بابا كلنا تن ومذكر تالي بالك لنا رقم بقى إمكا قرن أربعة أو فقرة وبدل سكو قرارة أو حتى أربعة أقلاب وكا وحاق قدر هذا ومذكر إلا أنا غلامتين هذا المحاق ستة النمبر كوحاق قرن أسماء بقى قرن ستة أسماء لح مقع مكر حروفه تسعه ستة أسماء جمع اسم اسم هو مذكر ستة أسماء أو طالب القدر اسم هذا هو قرن ثلاث وجبات صدح حل عنط أو حل يد عنط هذا هو قرن اسم ثلاثة وجبات أعطونا اسم ثلاث وجبات ثلاث وجبات وهو جمع وجبة أما عشاها النغطة أما قدها النغطة أما ها النغطة قراءة وجبة واحد لعنتين وجبة ليلة ومؤنث وجبة وجبات واحد منها قلت العليسة عدد محانسة ثلاث وجبات هذا هو التساريس ثماني أشهر سديد بلوط وجمع شهر ومذكر عارسة مركة محي مركة دي انتعانسة وعارسة ثمانية أشهر مارسة ثمانية أشهر إلا هو مذكر وعكس القياس مركز تو مذكر هي معدودكم عدد كتابة الرعانية مركز تو مؤنث هنا تأضوا على قصاريا وعكس القياس سيد القياس وهذا كسر جدا سبعة قرر سبع ساعات مالها كوقر جمع ساعات لوا مؤنث ما هذا قرر ساعة سبع ساعات تأضوا في قرزة أقل ما قرر تسع سيارات ثمانية واحد كوقر تسع سيارات سجال بابور أما سجال جاري بقول سمركا تسع سيارات إنه هو مؤنث هذا ما أقوله ثلاث شقق صدح الشقادات شمع شقة توي بحرس مركا ثلاث وبضغرس طالوا الكسرة ثلاث شقق هذا ما أقوله سبعة أيام أقوله
جمع يومي ومذكر مرة قول اسمها سبعة أيام هذا هو أفضل إسها إلا هو عرس القياس تعبير الموجه إما هو تعبير معنى كوتش هايسا أو تشيدلي تشيدلي يعني لقلي حول الحوار وحد بدي ساحوارك كو قرآن في صفحتي 247 247 حوار كو قرآن الله أبو قولي أفر تضبي أفرتن تضبي أفرتن إلى نس سردين هبلت قبناء أو طحن وبدل ومركي هورا سؤالي توابوها أن صومر الحوار بوها إما قوحة سريتا شاكة اسكحرا وقف قولي كالشاكين أو طحن مبتديا واحد كبير أبيسا مما يلي وحن صوص على كبيره أراد وحد واني كارلوس نيكا ليلة أن يسأل أحمد إنو أحمد ويديو كور يستو عن الإسلام الدين تإسلام كإنو كور يستو فرحة بأحمد أحمد بأس سردوي بأسئلة سؤالي سيسوء سي يعني وكتر الدرين تعيل إنو كتوا بيسوء تعيل أي سردوي وكان السؤال الأول سؤال كوباد وحي أهيد تبعدنا سلا سوحد marka wara haday ahayd su'aalay jawaab la su'aalinayo hadal isu furan oo qof ka sheekeynayo ka dhig tadrib tani oqto mowduucan mowduuc qor bi ciwaan ciwaankiisu yahay hor dhicis waxa weeye ama waxa weeyaan ciwaanka u horeeya al islam islam ayaa ka horumaysa islam ayaa ka horumaysa musta'in adigoo kaashanaya bin nasl walid hadalkii ku soo aroray fi safhati 251 haashida 212 naski aynu soo marnay ee ku qorna ayaad kaashanaysaa oo ka hadlayay waxa naskaasi ahaa al islaamu diinu tawxiid la ilaha illallah muhammadur rasuulullah tabana ka inta ka soo qaado kala soo dheego aduuna markaan waxa hadlayaa ku darso inta aad u fiirsato yaani siduu qoray yahay si ka duwan oo hadana u dhaw uga hadal aduuna kaasho oo waxa aad aray uga baahatana kala soo baxa تدريب ثالث كان waxa weeye waa layliska saddexaad ee hawl waxa uu bedeshaa al hawara wada sheekaysi ku qornaa fi safhati 254 ila nas sardin hadal qubana ama taxana oo xiriirsan oo su'aal iyo jawaab ahayn ka dhig mubtadi aan adigu ka bilaabayo waliba mimma yiri waxaan soo socda ka bilow raa wuxuu arkay smith ninka layda carlos buu arkay ninka layda oo yadkhul masjida masaki galaya فسأله وحو ودي ضيف نينك لا اله ودي عن سبب ذلك صوت مساعدك او غلب ودي فاجابه وحو او جوابي وحو يقول وار نينكي سميث وارنيا نينكي كارلوس مساعد وان يو غري ضيف بو ودي مخو كدوني فاجابه ضيف وحو او جوابي بان كارلوس دخل في الاسلام وار نينكي كارلوس لورن جري دينته اسلام كو قلو دينته قاطو اسلامي هذا ماركا wada sheekaysi xiwaar buu aha waxa uu bedeshaa sheeko qof ka sheekeyo taxana ah oo isku wada xiran oo su'aalo iyo jawaab ahayn tadrib rabaa leeliska afraad lakhis soo koob annasta naska ama hadalka alwaalida ku soo aroray fi safhati 258 yaani haashida 218 fi fiqratin tudu ku soo koob oo macna kooban soo ururi hal tuduc ku soo ururi bi'iwaan arkaan islaam adiga oo arkaan islaam ka dhigaya taas uu ka waramayay hadalkaasi soo xoori oo soo milaahi dabadeedna nuxurka oo kooban hal tuduc ku soo ururi al khad imkana waa qoraal laahid u fiirso oqt waxaad qortaa bi khad ruqca qoraalka xagga ruqcada ku qor li kulli shayin idha ma tamma nasqaanu فلا يغرن فلا يغر بداب العيش انسان لكل شيء اذا ما تم نقصان فلا يغر بداب العيش انسان كما يبوها وحويري فلا لكل شيء وحكستابا اذا ما تم هدور نما يسترمو نقصان ودسقاما شيء هدور نما يسترمو نسقان باقو بالامان تسديد بقى فلا يغر قفنيو كل قوين فلا يغر يارو كل قوين إنسان روحنا بالديب العيش هدو نلول وناكسن كتشرو نلوش وناكسن يعني اللو قوينين وهي واحا كم مغطا إن نلوش يسعيسي في عورنا ما يسترانتهي يرها حديثي مركو الشيخ لما هدنا ووس إماه وحاسبو أي أذن قضاه
marka waxba uu ku lugayn ida ma tamma likulli shay ida ma tamma likulli shay shay kasta waxa usugnaaday shay kasta waxa usugnaaday oo lagu yaqaan ida ma tamma haduu dhameystirmo nuqsaan ba usugnaatay oo shaygaas dib u sheeqa haduu dhameystirmo uu sheeqa waa caado nolosha adduunka lagu yaqaan ama qof ha noqdo ama qaran ha noqdo ama dowlad weyn ha noqdo ama maal ha noqdo wuxuu doonaha ahaadee shaygu haduu dhameystirmo waxa usugnaaday waa nusqaan iyo hoos u dhac likulli shay shay kasta waxa usugnaaday idaa maatama markuu buuxsamo u dhameystirmo nuqsaan baa usugnaatay inuu hoos u dhaco oo dib u noqdo oo halkaa ma taagnaado way adduunyaduba taagna baa la leeyahay ama shay kor buu socdaa ama hoos buu socdaa hadduu halkii u sareysa gaadho hoos buu soo noqonayaa falaa yaqur yaanu kulu goyn haddaba insaanu qofna bidiib alcaysh bidiib alcaysh nolol wanaagsan uu ku nool yahay yaanay lugooyo ku noqon yacni ma daa'imaysa way isbedelaysa alimlaa imankana waa yeeris yursamu waxaa loo qoraa tawiinu nasbi tawiinta nasbada calaa alifin alif baa lagu dul qoraa fii gayri alkalimaati almuntahiyati marka laga reebo kelmadaha ku dhammaada bitaa'i taaniisi almarbuuda taada yacnihii dhadiga ah ee gaaban taa marka laga reebo iyo taalif lama dul saaro labada xarako kor dhaban baa toos loo saaraa wa fii gayri alkalimaati almuntahiyati iyo kelmadaha ku dhammaystirma bihamzatin qablaha alifun wa hamza alif yacni alif almamduuda oo alif hamza ka dambeeyana lama saaro iyadana alif kale lagma saaro tawiinta ee hamsada toos loo dul saara haddii hamsadii mamduudada ahayd ay tahay ee lama saaro iyadana ansaaynahan iyadana tawiinta lama saaro oo badanaa alifta mamduudada ah marar badan waxay noqotaaba timaal sarfka ahayd marka timaal sarf maanadka aan ahayn tawiinta toos baa loo saara iyada toos loo saara tawiinta iyada toos loo saara haddaan muanadka ahayn haddii kale tawiin ba qaadan mayso maalin sarf bay noqotaa taa mududadii haddii aanay maalin sarf ahayn oo mudakar ka soo jeedana tawiinta toos baa loo saaraa waxaa ka mid ah alif iyo ba iyo jiim caziizan xakiiman wataarka simid walba alif baa saaran aajiran cadiiman iyadana alif baa saaran badan halkaas waa bilow yacni wixii la bilaabaya mas iyo juz-an qayb iyadana waad arkaysaa oo kul haddii waxaa ku dhammaatay ee alif hamza ka horeyso oo badan waxaa ka horeysa waxaa kuwalba badan iyo juz-an iyago waxa weeye toos baa loo saarayaa oo waxay ku dhammaadeen hamza kuwan alif hamza ka horeyso kumay dhammaan waxay ku dhammaadeen hamza lafteedii dabeedna alif baa markaa la saaraya imaka halkan waxa weeye jamiilatan iyo salaatan iyo qaliilatan erayadaana lama saare alife nasbaha toos baa loo saaraa oo waxay ku dhammaadeen taaniif almarbuuta kuwaas ibtidaan iyo intihaan iyo maa'an iyo qadaa'an ibtidaan waa bilowgii intihaana waa dhamayskii dhamaystirkii maa'an waa biyo qadaa'an waa yacni go'aankii iyo xukunkii ah kuwaasina waxay ku dhammaadeen alif hamzaana alifta ka horeysa dabeedna toos ba hamsee loo saarayaa tawiinta ee alif la dul saari maayo marka labadaa qaybood ee ba'da iyo jiimka mid walba tanwiintii kordhowga toos baa loo saaray taada marbuudadana waa la saaraya jamiilatan salaatan qaliilatan oo kale hamzadii alif ka horeeya toos baa hamze loo saaraa ee alif lama saaro ibtidaa'an iyo intihaan iyo maa'an iyo qadaa'an laakiin caziizan iyo xakiiman iyo ajran cadiiman iyo bad'an iyo juz-an kuwa waad arkaysaa waxaa la saaray tawiintoodii alif baa la dul saaray imakana tadriib waxa weeye uktub maa yumlaa calayk waxaad qortaa waxa lagu yeedhinayo oo maaragtay waa imlaagii taasi qiraa'atun xoratun tana waxa weeyaan akhris madax bannaan albaaxisu nin baadhayay can alxaqiiqati runtu waxay tahay buu baadhay waxaa taxadatha wuxuu ka waramay salmaan alfaarisi ninkii la odhan jiray can qisati baxthihi sheekadiisii ku saabsanay cilmi baadhistii uu sameeyey ama baadhiddii uu ku sameeyey maxay
عن الحقيقة رنت واحد حي إيه وإسلامي إسلام المدي سي الشيخ دي قصة بسرد بكورما فقال وحولي كنت وحنها مكة يجوهري مجوسيا ندب عابد مانها ومن أهل أسبهان مقاضل إلى هذا الديقان كاك كميدا أيانا هانشر ونرسي ونكر الجري سلمان الفارس وكنت وحنها قاطنة النار كو كشق قاطن قاطن حقوفك الدقن قطر هجواد يعني أقاموا يعني المقيم بكو قري عند النار قوفك دبك دبك العابد أكتوغنها وهذه كار دبك عابد وكنشق وإله بيو يقان كل دبك قاربا ما أنتظروا يقانا الله تي دبك أصول نقدها أن نشري كرني كما نقدر قاق كرنا نقوي تدك يعني على هذا التعال دبك عابد أكشق يعني هابو فسألت وحن ويدي أن سارا كوا كريستان كا أيام ويدي حين مركي أعجبني وياب قري أمرهم أرنتو دا إياب قري سي عبادة دودا كل كاسان ويدي وصلاتهم صلاة تكنين بإياب قري سي عن أسر دينهم دين تودا إسر كيدو هل كي كسو تشيدو أيام كريستان كويدي أنا أطب في عبادة دول فرياء أيام لي أبي صلاة دودي عبادة دودي ورسان كوا كريستان كا واردين تينو هل كي كسو تشيدا يحدون تيدا يحرون تيدو وهل كي فقالوا يقول هذا في الشام ذلك الشام الأورنجري أي حضوء دين تن كريستان شام إلى النبي عيسى عليه الصلاة والسلام وحقوله في فلسطين وأرض الشام يدي شام سوريا يا فلسطين يا لبنان يا أردن بق شام بيسقها هاي ده ما هو شام بق حضوء أبيله فانطلقت وحن تجي إلى الشام ذلك الشام الأورنجري بعد بنتجي وأقمت وحن أكتوري مع الأصغفي نينك يعني ولادك كريستانكا صاحب الكنيستي يا مساجدك كريستانكا يعني كأها نينك إمامك كأ إيه شوغا أيان لا شوغ شري أخدم وانو شقين شري وأصلي وانو تكن شري وأتعلم وحنو أبرين شري وعن سق أخدم وأصلي وأتعلم نينك أوهرت وانو شقين شري وأصلي وانو تكن شري وأتعلم وحنو أبرين شري وكان هذا الأصغف نينك ولادك كريستانك وحوها فجل صو النكحن في دينه دين تزوقهما ولا لسقاطها ثم مات من كبار انتي من دين تكون رقم موحين وذا كاسبور دين تكريستانكو هايستو كما دقمين من دين تزوقهم بوها وجاءوا وحي كانان ذاتكي بآخر وذات كلي وخيرا منه نكي فريكو ونهيسان حاجة دينت ايا كريسة دي اللو ديبي فلما حضرته مركي ايكو صو حاضرتي الوفاة جيردو كلا بعد قلت له وحن كويري إلى من توصي بي كما دي دردار ميسا نين علماء وادي دردار ميسو وان لعب هذه سوح كبرتا واكي ومركي نين كلا بعد وذاتك ها كريستان كان نفطو اي قبطي قال وحن اي بني اينا كيجيو ما عرفو قرن مايو احدا قف اي الروح من الناس دتك كمدا على مثل ما انا عليه ودين تا انو مانتا ان هيستو يسان ugu dhaqmayo ugu dhaqmayo oo aan kulaado oo kristaanka waa hebel ma garanayo illa rajul nin mooyaan bil mousil meesha mousil la ilaahdo jooga mousil waa araaq bay ku taala isaguna marka shaam buu jooga mousil meesha la ilaah jooga mooyaan fala ma tuufiya ma tamar ku ninkii dhintay wadaadka aha ataytu saahib al mousil ninkii mousil joogay baan u tagi waa qamtu macahu isagaan dibeynan aan la degina مدة بدن ثم حضرته الوفاة إسألنا جريدي بأوتي من كاسة دحادنا فسألت وحن ويدي عدو إدر دارم لها أيان إسألنا ويدي فدلني وحن إيت المامي على عابد إن إلهي عابد أو كريستانة أو في النصيبين ميسا ليلة هذا إسألنا تشوغا فأتيته إنك ما نويمن وأقمت معه إنك ما لنورا لدقنا فلما حضرت الوفاة وكي أفراد مركي إنك أفراد جريد أوتي يو سكراتك قبطي سألت وحن ويدي بل عدو ايت المامي فدلني وحو ايت المامي على الرجل نين سقونا الهي كو عابداء كريستانكا ومن عمورية مقالة عمورية اللي ورنش ريتشوغا فرحلت كيبا حقي سأررتي اي سافرت وانو الصعود علي ننكي الهي حقي ننكي واقمت معه ننكي بان اكتس كنقا وان دقنا ثم حضرت الوفاة تبني جيري دي باوتوميد وان كي سناد نكاس جيري دي وذات كي سناد وي وعموريا شوغي
ay geeridu u timid faqultu lahu waxaan ku wariyay ila man tuusibi yaadi dardaarmaysa tuusibi naad igula dardaarmaysa hebel u tagaad leedahay oo wadaad oo saaxiib cibaada ma jira faqala li wuxuu ugu riyaa bunay inaan kaygiyo ma aarifu garan maayo ahadan qof ala mithli ma kunna alayhi sidii anagu aanu ahayn iisaanu diinta ugu dhaqmaynay ugu dhaqmay oo diinta maanta diin wanaagsan haysta oo aamuru ku aan ku faro aan taatiyo inaad u tagto garan maayo buuri waa ninkii sanad uu dambeeyay nin si aanu diinta anagu ugu dhaqaynay iyo caqiidada ugu dhaqmaynay iyo caqiidadayadii iyo aqoontii saxda ahayd ee aanu haysanay anagu nin haysto oo kula hebel u tag maba garanayno walaakin hada zamanu nabiyyi waxaan se kuu sheegayaa hada zamanu nabiyyi waqtiga nimkaynu joognaa waa waqti nabi soo baxayo nabi baa waqtigiisii joogaa buuri yubcathu la soo diri doono bidiin ibraahim waxaa lagu soo diri doonaa loo soo dhiibayaa ninkaa nebigee la filayo diintii nebi ibraahim xariifan isagoo ku quman xaqa maa ilan ila xaq xaqa xaqa u leexda baadilkana ka tegay diintii nebi ibraahim ee xaqa ahayd nebi lagu soo diri doono ayaasaan taariikhda ku hayno waqtigiisa joogaa buuri wax kaloon kuu tilmaama adduunka maanta korkiisa garan maaye taariikhda say dhegayso nebi diintii nebi ibraahim sita ee xaq ahayd ayaa soo baxaya imkayna haya oo yuhaajir u soo qaxo doona intuu waddankiisa ka soo qaxo ilaa ardin dhul buu iman doonaa daati naklin beeraha timirtu ay ku badantahay dal timir ay timirtu ka baxdo magaalo timir badan ayuu iman doonaa oo bayna xaratayni laba buurood oo madmadow u dhexeeya xaradu waxa la yidhahdaa yacni waa buurta dhagax madow leh magaalo timir badan oo laba buurood oo dhexdhex madmadow u dhaxaysa oo yacni hoolka hoose ku jirta ama anaahno tooxada hoose ee u dhaxaysa labada buurada madow oo timirtu aada uga baxdo ayuu u iman doonaa buur nebigaas fadhab ilayhi war ninkaa u tag nebiga in istacta haddaad awoodo ilaahay kugu simo nebigaa doono uu soo baxayaa wayna lahu aayaatin astaamu leeya calaamado sumadaa jira oo laa takfa aan qarsoonayn oo aad garan doonto ayaa jiray oo nebinimadiisa kuu cadaynaye ninkaa doon buur fahuwa ninkaasi ayaa adigu wax ka tilmaamay laa yaakulu sadaqata sadaqada ma cuno haddaad si kasta uu baahiyo sadaqa siiso nebigaa sadaqada ma qaato wayaqbalu lhadiyata hadiyadda uu aqbalaa hadiyadda iyo sadaqadu maxaa kala duwanyihin hadiyaddu waa wax sharaf laguugu keeno oo la ikraama nin madaxweyne ah ayaa hadiyad la siiya mabaahi baa haysa waa maya ana shahaadu sharaf baanu siinaynaa waxaasaanu guddoonsiinan wax caynkaasoo kala taa hadiyad baa la yidhahdaa wax baahi iyo dhuuri aada u baahantahay lagu siiyana sadaqaa la yidhahdaa wixii baahi loo siinayo ma qaata nebigaas wixii lagu ikraamayase qaataa dabadeedna wuxuu wa ina bayna katifayhi labadiisa garab dhexdooda waxa ku yaala khaatamu nubuwa shaabadii nebinimada in la dhammeeyey tilmaamaysayna labada garab dhexdooda kaga taala oo nebi ka dambaynayn haddaba idaa ra'aytuhu markaad aragto caraftuhu waad garan doontaa uli ninkaa wayna waad garan doontaa wamar intaas uu sheegay buu wamar rabbi waxay soo maray ragbun safar gaadiid waa markuu geela wato ragbigu safar baa soo maray gaadiid foodi wata wadahabtu macahum iyagii maan raacay xataa wasaluu ilaa ay soo gaadhaan ilaa waadi lquraa dooxa la ilaa waadi lquraa bay soo gaadhaan waa ardulcarab oo maaragtay ku soo dhow kolkaa xaggan makaiyo aagan markay halkaa joogaan fadalamuunii way dulmeen buu nimankaas wabaacuunii waxay iga iibiyeen ilaa rajul nin bay iga iibiyeen min yahuuda reer nin yahuudi ay yidhaahdeen waa addoonka yagii waa addoon ninkani naga iibsal cagta noo tiri dabeedna weligaa dadkaa la kaleysan jiray suuqu raqiiq wax laa addoonta lagu kaleysaa jiri jiray waa laga ganacsan jiray dadka dabeedna waxay dhahaa addoon aanu anagu leena naga iibs ninkii bay iga iibiyeen isaguna waa nin xora oo reer faarisa oo markaa diin iyo xaq doonaya oo soo raaco kusoo lagu daray oo inay dal mariyaan oo keliya usoo raacay dabeedna addoon bay ka dhigteen fabaacanii waxa ninkii wuxuu iga iibiyey kii kale kii iibsaday ilaa rajul min yahuud nin kale oo yahuud ah oo bari qurayda niman kale bani qurayda nimankii nebigu markii dambe laayay ee reer madiina nin ah
أي يقسي بي كي كلا يهودي ثم خرج بي دبعنا ويسوق حيينك كي لبعض يهودي حتى قدمت المدينة إلى أن مقالة المدينة سوقه إلى أن هذه المدينة هنن كاسي كاتم بيبسدي فوالله ما نقول أرتبور مركا ما هو أرنك وحك لموهين ما هو أي شعر أرنك وحك لموهين إلا أن رأيتها إذا هرت مقالة أركي مركز مقالة أركي ويسوق لي حتى أيقنته وحن سد دبا أقرتي أنها مقالة البلد تيني مقالة تهي التي مقالة وصفت لي لأيت المامي إنكي وداد كأيت المامي إنه مقالة تهيوا عن قرتبولي اعتمرت بطنيت إلا بضب بوريد لك أحمدولي قد حيسي إنه مقالة تهيوا عن قرتبولي تهي شكي إيجا مكرين إلا أنت المان تبان هيا وأقمت والجوب معه منك ما لدقنا ولكن سكون قالي أعمل له أنا قلت أنك أغشى قاية الضون لما نوى إليها يستا في نخلي وحن أغشى قاين جري بيرتي ستمرتا في بني قريدة أو قطة على الهيركة إيا حافظة الهير بني قريدة وقرد الشيء بيرتي سكون تاليبا أغشى قاين جري حتى بعث الله رسوله إلهي إلهي رسول كيس النبي محمد با إلهي صادري مركا أولي رسول قلما صادر الماشا وسوق سيش قاينيو وحتى قدم إلى أصوغ للنبي إيما دبا المدينة مقال المدينة بقوا إيما دبا ونزل وحوز نبي وكسوا دقبرك مدينة يمد بقباء حافظة ليلة أي مدينة كمدة أيها النبي وكسوا دقي وحق مكحيته وإني أنقو لفي رأس نخلة جيت مرة أندوشة كيجت تاقنا يوم المال مال مها كمدة جيت مرة يندوشة كيجت تاقنا وصاحب إنك صاحب كيجاهي سيدي ويوانك يمركا إلها eligii bi qaladku ugu dhacay leegigeeybiina jaalisun tahtaha keekan dushisa ku taaganahay ay hoosteeda fadhiyaan ninkiina yada aqbala waxa ku soo baxay rajulun nin baa ku soo baxay ninki oo min yahuud yahuuda kamida ayaa ninki aranu u shaqeynayay sayidka ay ahaay kulka ay haystay oo hoos fadhiyay kan dushisa kaga taaganahay ninka loo yahuudi oo yimid oo min bani ammihi ilmaadhadi kamida نيل ما ذكرت ذي كمذا هو يهودي وأني كويبي فقال وحوري فقال إنك بعدي سعودي يخادم ويسوق كي الله الله يألف لي قاتل الله إلى هين عضل دوسها كجت وربول الله نعذره الله نهد فوقي بني قيلة نمان كلا هي بني قيلة بين قيلة وحها أم الأوس والخزرج لبدي تربى عربات أي مدينة دجناء أي أودي درها بدن أي اسكوب بهدو ذا الاسكول يصير بني قيلة وبهب لا أيوة بقى إلى الاسكول يصير لبدوه الله بقى إلى الله نعده لبوس وأنا ما كيد مقرين بدي جنابه إنهم يجبوري لا يتقاصفون وحكون صناعين وحكون صناعين ما كي أيسا أقصو شرقي له الرهك تجنين يزدحمون ويان ويسكعريين ويساود قراصنين ولا بدو الحامي على رجلين أي نمك يكون صانع المانت بقباء مثلا إلى قباء حافظ دادكين توجي نحافظ داد توجي وقادين مكة مكة كيمين أي نمك يمانت كور رينبور يزعمون وحي شيئين ينوي الحائن أنه نبي كان يكون صانع النبي الحائنبور وركاس أنه سوق رينبور وربلايا دعدي وحبا وضك يسوق لي نعذر الله كطور نمك يمس كل واحد حق بدن نمك عربات كور نوي لقالب دين maamul kana way maaratay gacantay kaga hayntisa badan way qaybiyeen rasuul war nimankii waxa ku xoonsanaayeen ku xaga ma ka yimid oo waa nabi ay lahaayeen ay nimanka ku dul xoomeen maanta warka dhilada leh ayaa soo kordhay bulay oo waxa gana haduu nabi noqdo oo isu wada tagaan inaan ayagu nolol leeyoolin ayu garanayaan fa wallahi baan ku dhaartay buuri ma huwa arrinku ay shaan arrinku wax kale ma ahayn إلا أن قالها إنه كلمة دايري ويفكي سكسوا بحضي موياني ويدقها هيك نسوه قادي حتى أخذتني وحي قبطيبة رعشة تردعو تردع جبكي كبه قدوش وانقل كشي أنا فلو كلمة داني كورا واقعي والنبي بيرها يمركو يدي مقالة أنا وسيها يتلمان تيدي وحروان تردعو ذي كتر كورا أنا واسلمان الفارس فرجفت وحي قل قلتي أنا قيس كده أيوه النخلة تجيت كبا قلقيشان كنت حقنا وقصوا قلقيشي اللي جيت كون روح ما ياهي ايا جيت كون روح ما يقول كان كنت حقنا حتى كنت وحبنا نقول دواري كسك تيبا اسخطوا
inaan asqudo inaan ka dhaco inaan ku soo dhaco fooqa saaxibi kii sayidkayga ay hoos fadhiyay intaan ku soo siibtay lacagii ma qabanayaan geedkii inaan kiiba ku dul dhaco dusha kaga dhacaan ka yaabay buu ee hoos fadhiyay beerta lahaa thumma nazaltu wan soo degay anigu sari aanigu degdegaya aqool waxaan leeyahay kulkan soo degay maada taqul war maxaa leedihiin labadina suuysan kul war waxa leedihiin waa maxay maxaa tilaahay ayaan idii buu mar khabar warku waa maxay warka ninkan inoo keer waa maxay baan idii فرفع كرب وقاده السيدي ننك أنا جاي لها يده قعدت يسبو سكر الجيديو وضربني ورباحي بو ثم قالوا حلو ما لك ولهذا ورأتي جور كذا شيء اسمه حايدن كذا جاي أضون شقارة واتم هذا ورئيس صادو حايدن كذا جاي يروح عند ودي سوام حاي ما لك ولهذا أتي جور كذا نكني شيء جيو ما حايدن كذا حياه هذا ورئيس صادو أقبل كل دقات على عملك شقارة وشقارة دقات سبو warka iyada ka soo raasiixan ku soo raasiixan Soomaa ya ku dirtay waxan or shaqaysaadu aqbal ala amalka shaqadaada qabso ku dhaqan shaqadaada faaqbaltu ala amali shaqadaadu baan ku dhoqaaqay wiil aanu oo ku jeestay ilaa waa kanoo warkii uu u diiday dadna shaqadaydi ayaan ku jeestay wala ma saytu markan gabal dhacsaday ee habeenkii noqoto habeen waa hiil ma maqashay waa laga faa'ideysta ee habeenkii noqotay ee gobolkii dhacay jamacadu waxaan isu geeyay ma kaana indhi wixii aan hayay ee maartay gacmahaygii ku jiray ayaan isu geeyay ururi ee hanti aha ama yaani wixaan gacanta ku hayay waxay doontaan qof fuma kharijtu waan baxay habeenimadii hatta ajitu rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam rasuulkii ilaahay baan u imid oo bi quba ama salaayda jooga fa dakhaltu alayhi nabiga waan soo galay wa ma'ahu ba'du ashaabihi ashaabti si qaar kamida la joogay faqultu lahu waxaan ku leeyahay nabiga innakum idunku ahlu haajatin dadba hanbaatihin oo baahi hayso ila waa qoxoontiye wa qurbatin dad wadankan ku cusub oo qariib ku ah oo deegaan iyo dal ku lahayn oo dal fog ka yimid ayaatiin waqad kaana indi ana yaalkeeda waxa yaala taamu raashin nadartu hore aan ugu talagalay baan hayay li sadaqatin aan sadaqadaysto raashin aan ku natray inaan sadaqa ilaahay ula baxo ayaan hayay falama dhukira li markii la ii sheegay makaanukum halka joogtaan iyo inaad timaadeen oo soo gasheen ra'aytukum waxaan idin arkay oo idin la noqo ila noqotay aniga inaad idinku tihiin xaqan naasibihi raashinka aan sadaqada hore ugu natray dadka ugu xaq badan ee aan siiyo bihi raashinka inaad idinku tihiin oo ilaahay baa ka keenay inkiin keenay dadka ugu xaq badan raashinka inaad tihiin baan anigu markaa u arkay ilaa ila wax khayr baan la sugeeyay marka isagu waxbu kula baxayaayo wuxuu dooba lagu sadaqada qaatiin kan u eegaya waayahay fajiitukum waalidiinkeen ay bihi raashinka waan sida ayaa nabiga ku wari buul thumma wadacatu nabigii baan hor dhigay raashinkii faqala rasuulu sallallahu alayhi wa sallam rasuulku wuxuu ku yiri la asxaabi asxaabtiisa wuxuu ku yiri kulu cuna raashinkan bismillaahi magaca ilaahay ku cuna bismillaahi qab bisinka uu qabto oo waa raashinka cuna buul waamsaka huwa gacanta uu ka daayay nabigu gacantiisa uu ka haystay uga joogsaday falam yabsud kuma fidin ilahi raashinkii yadan wax gacan nabigu saa ugu fiiqay ma jirto ilaa sadaqo ku sheegay faqultu waxaan idhi aniga isla hadlaya fi nafsi nafteyda waxaan nafteyda ku yiri haadihi wallah arintaas uu ilaahay waxaan ugu dhaartay waahidatun calaamadihi mid kamid weeyaan lagu sheegay innahu ninkani laa yaakulu sadaqata sadaqada ma cunayo waka afka muu saarin fuma rajacatu dibaanu noqday wacudtu waxaan ku soo noqday haddana ila rasuuli sallallahu alayhi wasallam rasuulkaan ku soo noqday fil qadaati aroortii habeenkaasi ahayd habeen bay ahayd aroornimadii baan rasuulka u yimid buul axmilu anigoo sida tacaaman anoo raashinsada anoo raashinsada haddana u yimid waqultu lahu waxaan ku yiri waqultu lahu calayhi salaam waxaan nabiga ku yiri salaamtii baan ku yiri waqultu lahu nabiga waxaan ku yiri calayhi salaam afwan waqultu lahu nabiga waxaan ku yiri calayhi salaam nabiga dushiisa ha noqotay waxaan ku yiri inni anigu raaytuka waan ku arkay nebi ilaahay laa afwan markaa nebigu wuxuu salaafin wuxuu yidhi waa nebigii laakiin wuxuu inni raaytuka waxaan ku arkay laa taakulu sadaqa sadaqada inaad cunay aan xalay soo dhigay waan ku arkay oodu kamaad qayb gelin raggii bahasha cunay waqad kaana indii waxa agteeda ahaa oo kale shay un shay uxibbu aan jecelahay anigu aanu kuri markaa inaan kugu sarfo bihi shayga hadiyatan isagu hadiya shay hadiya iyo ikraam oo sharaf aan kuu siinayo oo sadaqa ahayn oo agtiida yaalay ayaa jiray oo kale oo sadaqa ahayn kan waa hadiya baan idhi buu waa shay kale un hayo hadiyaho aan sadaqa ahayn
ووضعته بين يديه تبعنا هرتي سبان نجي النبي راشنكي فقال وحكول رسولك صلى الله وسلام عليه لأصحاب سوا أصحاب صلى الله عليه كلوا عنا بسم الله وارمقع إلهي كعنا بهذه عنا أو مقع بسنك إلهي نوقبت راشنك نعنا كلوا بسم الله مقع إلهي كعنا وأكل معهم وأكل معهم وأكل معهم النبي راشنك عطم وأكل معهم إلا واحد يدي قلت لنفسي نفسي دو حنكوري هذه تنى والله الله قل أرتي أثارت وأستانتي لبعض أو إنه يأكل هدية هدية يوحي شرف له كانوا وعنى يوى تأيدنا ثم رجعت دبيت نوان نقضي فمكثت ما شاء الله وحن كمغنا نبيك انت لهي الدواني أو مركا موتيريني هوشي لبع على وانك هلي واني شقاراه أولي بقى دواني ما الله هيستي اللي حلال هيستي شقدي بوكو مغنا تبعد نسو ما تيت النبي قانو يدبر عليه الصلاة والسلام فوجدت النبي وحن هلي في البقيع ما شاء الله حوالا أصحابك أيهين يسوى النبي جوجة صلى الله وسلم عليه قد تبع جنازة والجنازة الله آسي وميد لآسي وراعي النبي مالين تعرف أنكو صوب يقن مي وحوله أصحابه هريره النبي وحكت شوقي أصحابتي سي فسلمت عليه النبي من سلاما ثم عدلت حق الضنبي أيان وانك ليحضي حق الضنبان ليحضي حق نبر كيسة لأنظر إنان إيغو أعلى ذهره نبر كيسة دوش سري هل كانت تنكا إيا آقا قربها إنا نيغيتها وليقبا نانو حق الضمي ستاقي النبي فعرفه وحقرت النبي أني أريد إنا ذلك أهلين تهدوني حق الضلو يقانا النبي وحق الضمي نسمت كل يوسي يقانا إنا أهلين تأصعدو قرتبون فألقى برداي تبنو قويبو كطفوري عن كهيره تنكا تنكا صوما ذلك ayo saawr ugu waaqo inta badan go'da la hoona bariga hore guubu saatunka uga qaaday nabiga kaleey salaatu wasalaam faayida amarku saaw uga qaaday ba al calaamatu waa sumadii oo baynaka tifee labadiisa garab dhaxda ku taalaba calaamadi la sheegay oo labadii garab dhaxda ku taalaba arkay uu kaleey salaatu wasalaam oo maxay haytaasina khaatum nubuwati shaabad ah inay dhamaatay nabinimadi oo isaga ku dhamaatay oo nabi ka dambeeyay jirin la nabiya bacda kama wasafu sida uu ugu tilmaamay way لي أنيقة صاحب إنكي صاحب كي قولات كريستانكا إي عمورية جوغو دنبي سيدو يقول تلماي ويا نبول السمطاس فأكببت عليه وان قدر لعين نبيك هدبا بالين تهدن بي إلا ووهو بصده وقبيله أنيقو نبقى دنكانايا أنيقو دنكانايا أيان كدل قب إلي بوش وان كدل شيسة كدل لامي وابكي وليب أنيقو وهم كتريا لوكسدا ثم دعاني عليه الصلاة والسلام نبقو دبادنا وإي ياري فجلست بين يديه خورتي سام دبدنا فريسته وبركالي بو نو واخ اركي واد نلاه تاهي بركالي دبدنا نبي خورتي سام سو فريسته فحدثني نبي قا ايغو ورمي با انيغا حديثي شيكاداي ديبا ايمو اورن سراتي سانت مينا سغا اي ساسا لهد او ساسا لهد او ساسا لهد او شيكاداي دون اني بلاوي كما حديثكم الان سدان امك انانغو يدين كو شيغي سو ما اردان بو وسلمان الفارسي سدا سو ايغو ورن سا سو سامادهن او سامادهن او هلكا قاب او انت ماد مر او انت دبدنا تيدون غو ابراهيم نغو عليه الصلاه والسلام دبدنا ثم اسلمت هلكا سان مالينتا كو سلمان ابو سلمان الفارسي تاريخ دير بو سو مري اسلامنمده اي ارينتيد مركا و خوي وا بتصرف من صور من حياه اصحاب عبد الرحمن رافت الباشا كتاب خو قري او وخ لغا بدلي ان كسو قادمو موضوعا والله اعلم بسواب وبالله توفيق.